الشعر الاشكار محنا يا اخواتي بيعوا جمال أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ترويدة. زي ما بتعرفوا الأغاني هي مرآة، كل أغنية هي مرآة تعكس حياة الشعوب اللي كتبت هاي الأغنية، تعكس تطلعاتها، آمالها، مخاوفها، أحاسيسها، مواقفها من كل حدث وحدث صار على أرضها. أغانينا الفلسطينية نفس الشيء. اليوم رح نحكي بهاي الحلقة عن الأغنية الوطنية الشاهدة على الحدث، الأغاني اللي وثقت أحداث مختلفة حصلت وصارت على أرض فلسطين. أهلا وسهلا فيكم. حنبلش نحكي عن فترة الحكم العثماني في أرض فلسطين، وتحديداً فترة السفر برلك. لكل عائلة مش بس بفلسطين، أيضاً في بلاد الشام في قصة خاصة وعلى الأغلب مؤلمة مع مرحلة السفر برلك. السفر برلك بتشير لعملية التجنيد اللي قامت فيها الدولة العثمانية في خلال الحروب المختلفة اللي سبقت الحرب العظمى، لكن وصلت ذروتها بنوفمبر 1914 لما أعلن السلطان النفير العام، يعني تجنيد الناس للحروب. قبلها طبعا كان في حروب جانبية ما كانتش بنفس الشراسة، لكن انطبق فيها السفر برلك على المواطنين بكل أجناسهم، لأنه التنظيم العثماني فتح باب التجنيد لليهود والمسيحيين بالإضافة للمسلمين اللي حتى ذلك الوقت ما كانتش يتم تجنيدهم. فالسفر برلك كلمة عامة تشير إلى عملية التجنيد الإجباري اللي كانت الدولة العثمانية تقوم فيه في ذلك الفترة. لكن هذه العملية وصلت ذروتها بالحرب العظمى من سنة 14 لسنة 18، وهي هزيمة الجيش العثماني في بلاد الشام ومراكز أخرى. حرب ليبيا كانت سنة 12، حرب البلقان سنة 11، لكن الحرب العظمى من نوفمبر 1914 انتهت بسقوط القدس بديسمبر 9 1917، لكن الحرب استمرت. انسحب الجيش العثماني لمنطقة نابلس وحيفا، وبعدين في نوفمبر 1918 انهار الجيش العثماني في حلب فانتهت الحرب. هاي المرحلة فرزت قوالب أو أنماط غنائية مختلفة، منها على سبيل المثال الشلعيات أو الشلعيات، وسميت بهذا الاسم لأنها بتشلع القلب من كثر وصف الحزن اللي الأم بتحكي في وداع أبنائها اللي رايحين على السفر برلك. طبعاً رايحين والأم مش متأكدة إذا أبنائها حيعودوا على البيوت سالمين ولا لا. زي ما بتعرفوا الكثير من العائلات فقدت أبنائها في حروب الدولة العثمانية، تحديداً في فترة السفر برلك. عملياً الأم عم توصف حزنها الشديد في وداع أبنائها أو وداع زوجها اللي راح يشارك في الحروب العثمانية، وهي مش متأكدة إذا كان حيرجع على بيتها سالم وتلتقي فيه مرة أخرى. لما يأخذوا الرجال على الجندية ويكونوا يلموهم أول، يعني يجمعوهم، فيجمعوهم ومشوهم خارج البلد، ويكون كل أهل البلد واقفين، يعني واقفين بتشنج يعني بألم، لأنهم هدول في حالة وداع. فهم هدول الرجال يبدوا يغنوا مشان يعطوا هيك للموقف، يعني يكسروا حدة الجمود وحالة اليأس اللي صايبة الجو. فكل النساء بيبكوا بعيطوا، والصغار بيصيحوا، فيبدوا يغنوا يقولوا سيروا على ما قدر الله والكاتب ربك يصير، يعني انه مش مهتمين وانه يعني هذا قدر الله والى اخره. فلما يبدوا يغنوا صوت جماعي وقوي
هذا يعني كان يعطيهم نوع من القوة أو نوع من التخفيف عن المجتمع اللي تركوا وراهم. هيما ودعيني قبل ما امشي، ما تدرب عثراتي ونمشي، يا قايد المراكب ايد وامشي، على الله نلحق ضعن الحباب. مرة بتنقال على لسان الابن اللي بودع امه، ومرة بتنقال على لسان الام اللي عم بتودع ابنها. خلينا نسمع هذا المقطع ونرجع نحكي. نوع آخر من الأغاني فرزتها هاي الفترة هي أغاني الفرارية، أي أغاني الفارين من الخدمة العسكرية العثمانية الإجبارية. كانت أغاني خاصة لكل من هرب طبعاً بين قوسين وفر من الخدمة العسكرية. أغاني بتصف الجبال، بتصف الرحلات اللي عاشوها الفرارية ومغامراتهن مع الدرك أو مع الجنود العثمانيين. واحدة من أشهر هاي الأغاني هي على القوف مش على القوف، مشعلاني من تبليت وهو اللي تبلاني. بالبداية كانت تجنيد يتم لكل الفئات لعند سن 45، وبعدين استمرت الحرب فزادوا رفعوها لل 55. في كان بعض العائلات القادرة كانت تدفع البدل. في البداية كانوا المسيحيين واليهود يدفعوا البدل، لكن في الحرب العظمى التغى عملية استثناء اليهود والمسيحيين من التجنيد الإجباري، لكن بقي عملية دفع البدل. في سنة 14 البدل كان 50 جنيه أو ليرة عثمانية، وهو مبلغ كبير جدا، بس الأغنياء كانوا قادرين يعملوه. يعني مثلا عشان أعطيك فكرة، معاش قاضي كان حوالي 45 جنيه بالسنة، فال50 جنيه كانوا
أقلية قليلة تقدر تدفع هذا البدل. المقطع الجاي اللي رح نسمعه هي أغنية من مدينة الخليل جمعها الأستاذ أحمد حرباوي في بحثه الميداني. في هاي الأغنية سيدة بتخاطب سيدة أخرى وبتدعوها إنه تبرطل إنها ترشي الخواجة حتى يصفح عن زوجها وما يشارك في السفر برلك، ما يشارك في حروب الدولة العثمانية. يلي سأقولك ولفك على السفر برلك، على السفر برلك سأقولك ولفك، شو بتنفعك غوايش الذهب والذهب عمره ما بيضل لك؟ إذا فقدت زوجك حبيبك معناها ما رح تنفعك غوايش الذهب. تعالوا نسمع المقطع سوا. مصطلح السفر برلك في وعينا إحنا كفلسطينيين في بلاد الشام، ومش بس في بلاد الشام، كل بلد
كانت تحت الحكم العثماني بهذاك الوقت أصبحت عبارة عن كلمة مرادفة لرحلة طويلة شاقة مش معروف شو نهايتها، لدرجة أنه هذا المصطلح صار جزء من بعض الأغاني، أغاني وداع العروس، التراويد اللي بيودعوا فيها العروس الغريبة، لا تطلعي من بويتك والهوى غربي دولي سفر دولي. العروس الغريبة لها وضع جدا خاص، عادة بتكون مكسور خاطرها، بعيدة عن أهلها، فبيتعاملوا معها بطريقة حساسة أكثر، وداعها عادة بيكون وداع جدا صعب وفيه كثير كثير من المشاعر. شفنا بالحلقة اللي فاتت حلقة التهاليل كيف السيدة اللي متزوجة في مكان غريب بيظلوا هاجس الشوق لأهلها حاضر في حياتها، مثلاً في تهليلة يا دليلي خذني وديني لعند أهلي، نسمع المرأة المتزوجة في مكان بعيد عن أهلها، المتزوجة غريبة، كيف تشرح شوقها لأهلها اللي بيزوروها من العيد للعيد. في بعض الأغاني بتقولهم يا أهل الغريبة وطلوا على غريبتكم وانتعبت الخيل شدوا لي عزيمتكم. كان في عرف إنه المتزوج غريبة واللي عنده ابن وحيد ما يبعثوه لجبهة القتال، كانوا يحطوه مرات في كتائب المتطوعين، الرفيد يسموها، يخدموا في مناطق قريبة على بيوتهم في خدمة الجيش، وبعدين صار يبعثوهم في حفر الترع، في حفر الخنادق إلى آخره، عشان ما يتعرضوا للموت. المجتمع المعاني خلق نوع من التحايل على نظام التجنيد، بأنه النظام أو العادة أنه الزوج الغريبة ما يأخذش على الجندية، فتشكل في كل منطقة حدا يعني يستغل الفرصة، وصارت شغلته أنه يروح يوفق جيزات من منطقة لمنطقة. يعني إحنا في جنوب غرب القدس ضبطوا جيزات مع شمال القدس من مدينة البيرة في هذاك الوقت، هو بيجيب ستات من هذه المنطقة وبيضبطوا جيزات حتى إنه يكون يصير هو جوز الغريبة، وفي نفس الوقت بنتهم بتكون صارت جوز زوجة لشخص آخر في الشمال مثلاً برضو غريبة. في هاي الحالة يعفى من الجندية، فهذا نوع من التحايل المجتمعي على هاي القصة المؤلمة. بلاد الشام في وعي الفلسطيني هي عبارة عن فضاء واحد، ما كان هاي التقسيمات فلسطين لبنان الأردن، كانت كلها هاي فضاء واحد عمليا. إذا بنسمع أغنية نجمة الصبح، يا هالعريس بلادك ما أريناها، ما أريناها يعني ما شفناها من كثرة البلاد اللي أنت تجولت فيها، يا بدلتك من جبل عجلون قطعناها، وتفصلت في حلب واهتزت الشامي، واهتزت الشامي واهتزت علاليها. في هاي الأغنية منشوف قديش كل الفضاء بلاد الشام هو عبارة عن وطن واحد في وعي الفلسطيني. الملفت إنه هناك أغاني بتحكي عن اليمن رغم بعدها جغرافياً عن فلسطين، طبعاً حبنا وشوقنا إلى اليمن دايماً إحنا بنبعثه، بس بهاي الأغنية تحديداً عم نحكي عن شوق من نوع خاص. هناك أغاني تبعث برسائل شوق ومحبة إلى اليمن، تحديداً من السيدات اللي بيبعثوا لأحبائهن الموجودين باليمن. واحدة من هاي الأمثلة هي أغنية والله لنصب مظلة وانطر الميراد باليمن يما عالدلال اليوم، خوفي لابو عيون سودة يخلف الميعاد باليمن يما عالدلال اليوم، والله لنصب مظلة وانطر المية باليمن يما عالدلال اليوم، خوفي لابو عيون سود يخلف النية في اليمن عالدلال اليوم. عمليا هي عم تبعث برسائل شوق لحبيبها، وتتمنى انه يحافظ على العهد وعلى الوفاء، انه ما يحب سيدة يمنية ويتخلى عن حبها. حروب اليمن كانت جزء من تمردات بدأت في القرن 19 وأخذت شكل محاولات تطويع قبائل متمردة في حالة اليمن، يزيديين مثلا،
في الجزيرة في عنا الوهابيين، في نجد وفي النوبة والسودان كان في صراع بين الدولة العثمانية ودولة الخديوي محمد علي، اللي بدأ في يعني تحدي محاولة السلطان إنه يفرض نفسه على مصر. واحد من الفترات الصعبة اللي كمان تم توثيقها من خلال الأغاني هي فترة المجاعة. أكيد كلنا سمعنا من جداتنا ومن أجدادنا عن الفقر المدقع اللي عاشوه، عن الفترة الصعبة اللي عاشوها الناس، فعلا جاعوا. اليوم احنا بنقول ما حدش بيموت من الجوع، بفكر هاي الجملة ما كانت صحيحة بهذاك الوقت. كثير ناس ماتوا من الجوع تحديدا في بلاد الشام وفي لبنان بشكل خاص. قضية المجاعة بالحرب وقضية سفر برلك، المنطقة بعد إعلان دولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا دخلت ما يعني جو عسكري، أرسلت أحمد جمال باشا إلى المنطقة قائدا للجيش الرابع، ففرض الأحكام العرفية وبالتالي ألغى القوانين والأنظمة الموجودة. جمال باشا كان يلم المحاصيل يفرضها ويبعتها مش بس لإسطنبول، يبعتها للجيش العثماني والجيش الألماني، وكان يبعتها أيضا إلى الجزيرة العربية، لأن وقت الإنجليز عملوا حصار على الجزيرة العربية بعد الثورة اللي قام فيها الهاشميون ضد العثمانيين، تجارة الهند بالحبوب وقفت إلى الجزيرة العربية، كان من الضروري إرسال سلاح من حبوب إلى الجزيرة العربية. يعني الشام صارت تبعت إلى الدولة العثمانية، الإدارة العثمانية، الجيش، إلى الألمان وإلى الجزيرة العربية. تعرفي المزارع كان عنده نوع، يعني يزرع حبوب يقسمه نصفين، قسم للأكل ليجي الموسم الجديد وقسم للزراعة. شو صار؟ ما قدر يزرع، شو عملوا بالقسم اللي زرع؟ أكلوه. فإذا ذروة المجاعة كانت بال 16-17 وقت اللي ما عاد في حبوب، وعندك بال 15 إجا الجراد. وهذا السبب الجراد غزا الساحل الفلسطيني وبلاد الداخل ابتداء من ربيع سنة ال 15، وكانت غزوة لم يرى لها مثيل، لأنه أكلوا الأخضر واليابس خصوصا بفلسطين، لكن كمان بسوريا، لكن فلسطين عانت أكثر من غيرها من غزوة الجراد. لبنان وسوريا عانوا أكثر من تحويل المواد الغذائية للمجهود الحربي. الفنان الفلسطيني واصف جوهرية أطلق بهذيك الفترة أغنية ساخرة اسمها كرشات كرشات، بعدد فيها كل أصناف الطعام اللي هو بيشتهيها، مش بس هو بيشتهيها، كل الناس عمليا مشتهيتها، وبيعددها بشكل هيك حالم، بتمنى إنها تصبح أو تعود مرة أخرى لتصبح جزء من مائدتنا، لأنه فعلا الناس كانت محرومة من الأكل، من القمح، من الخبز بهذيك الفترة. كرشات 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 محشية. واصف كان ضابط بالجيش العثماني، كان ضابط في البحرية، وكان يسمي حاله ضابط عود لأنه كان يخدم بأسطول العثماني في البحر الميت. كان في 12 سفينة يأخذوا الحبوب من شواطئ الساحل الشرقي اللي هو الكرك للساحل الغربي اللي هو يعني منطقة البحر الميت في جانب الفلسطيني، ويبعثوا لبير السبع، فكان يخدم بهذا الأسطول. وهناك بدي في وضع طقطوقة سماها كرشات. كرشات كانت تستحضر للسامعين كل المأكولات الشهية اللي كانوا المقدسيين يحلموا فيها في غياب الغذاء، فكان يحكي عن الكرشات وعن السمك المقلي وعن التبولة والمحاشي، خصوصا المحاشي المشهورين فيها المقدسيين، فكانت لائحة غنية جدا في المأكولات اللي غابت عن الأنظار. أحبائي في هاي الحلقة مرقنا مع بعض على بعض الأغنيات والأنماط الغنائية اللي فرزتها فترة السفر برلك في فلسطين. في الحلقة الجاي
رح نحكي عن مرحلتين، مرحلة الثورة ضد الاستعمار البريطاني في أرض فلسطين، والمرحلة اللي إجت بعد اللي هي المرحلة اللي تحولت فيها الأغنية من أغنية بتسجل انطباعنا وبتحكي عن مشاعرنا تجاه كل احتلال في فلسطين للأغنية الثائرة اللي بتثور واللي بتدعو بطريقة مباشرة للثورة ضد المحتل في أرض فلسطين. أحبائي، كونوا بألف خير وصحة وسلامة، وضلوا دايماً على قيد الحب، قيد الحب لفلسطين، لروايتنا الفلسطينية، ولأسرانا البواسل. إلى اللقاء.